قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة لإحدى النقاط الأمنية التابعة للحرس الوطني، ونقل سموه خلال الزيارة تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما لأبنائهما قادة وضباطا وأفرادا من منتسبي الحرس الوطني، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب سموه عن تقديره البالغ لرئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح لحرصهما الكبير على الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مشيدا أيضا بالجاهزية والكفاءة العالية لمنتسبي الحرس الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بوجودي اليوم مع أخواني رجال الحرس الوطني لكي أنقل تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك. في مواجهة هذه الأزمة الصحية وحين تفعيل الخطة لقطاعات الدولة، نجد أن يعني الحرس الوطني مكون أساس في هذه الخطة، موجودين في كل القطاعات التي تحتاج إلى مساندة. لا نتحدث فقط عن وجودهم مع وزارة الداخلية في إسنادهم للمناطق الحيوية في البلاد وفي تأمين المناطق، لكن أبعد من ذلك نتحدث إلى وجودهم في ميادين اللي نحتاجها في خطة مواجهة هذا الوباء، سواء كانت في الموانئ أو في المطار أو في قطاع النفط أو في الكهرباء والماء أو في قطاع التمويل أو جمعيات تعاونية، وكل ما احتجنا لمساندة لأي قطاع في تفعيل الخطة نجد أن أخواننا في الحرس الوطني يقدمون ما نحتاجه وعلى استعداد لتقديم المزيد. هذا الأمر لن يتأتى إلا نتيجة لخطط وتدريب مستمر، وبهالمناسبة أحيي وأقدر وأشكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الأخ الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني على هذه الجاهزية للحرس في دعم ومساندة كل قطاعات الدولة في كل المجالات. فكل الشكر والتقدير إلى أخواني في الحرس الوطني، ونقول لهم إن شاء الله يعني كل عام وهم بخير وتعود علينا مثل هالمناسبة، وبرحمة ولطف من الله تزول علينا إن شاء الله هذه الغمة وهذا الوباء. قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة عدد من النقاط الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في إطار جولته في محافظات البلاد. ورافق سموه في الجولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، وعدد من أصحاب المعالي المحافظين وكبار قادة الجيش والشرطة. ونقل سموه تحياته وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما لأبنائهما قادة وضباطا وأفرادا من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وثمن سموه الجهود الدؤوبة والفاعلة لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في تطبيق قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية في الحد من انتشار هذا الوباء، ودعم جهود الدولة في تفعيل خطة الطوارئ ومساندة كافة القطاعات الصحية والخدمية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الأخ الشيخ أحمد المنصور الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي الأخ أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، معالي الأخ محافظ الأحمدي، معالي الأخ محافظ مبارك الكبير، سعادة الأخ رئيس الأركان، سعادة الأخ نائب رئيس الأركان، الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنقل لكم تحيات وتهاني سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيدي سمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك عاده الله للكويت والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. أقف بينكم اليوم وإحنا نتجاوز الثلاث شهور وندخل في الشهر الرابع بعزيمة تزداد وبجهد إن شاء الله أكبر لمواجهة هذا الوباء. وبالتأكيد منذ تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة هذه الأزمة الصحية، وزارة الدفاع والجيش الكويتي كان في مقدمة الصفوف في دعم هذه الجهود. سراح الجو الكويتي منذ اليوم الأول في الشحن وعودة مواطنينا، الشحن اللي كان لمواد ضرورية وحيوية، وفي أسرع وقت كان يلبي وينفذ هذه المهام بأسرع وقت ممكن. تأمين المخازن الاستراتيجية، تأمين المناطق الأمنية مع أخوانهم في وزارة الداخلية، هيئة الخدمات الطبية ومساندتها لوزارة الصحة، تطهير والتعقيم اللي تقوم فيه القوة البحرية في كل المناطق الحيوية في دولة الكويت، هذه في ضمن الخطة لمواجهة هذه الأزمة الصحية. المهام الموكلة للجيش الكويتي هو حماية أرض وبر وبحر الكويت، وهذا ما زاد عملهم في هذه الأزمة للقيام بهذا الدور، وبشكل مواكب دعم كل جهود الحكومة في مواكبة متطلبات مواجهة هذه الأزمة الصحية. لهم كل الشكر والتقدير على كل الجهود اللي يعني يقومون فيها. احنا شاهدنا بتكاتف المواطنين والمقيمين، تفهمهم وتقبلهم للإجراءات القاسية لمواجهة وباء قاسي في كل تداعياته. ثلاث شهور منذ بدؤنا، يعني منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ، وإن شاء الله يعني نمضي على نفس العزيمة بنفس العطاء وبنفس الجهد لحماية بلدنا وحماية مواطنينا والمقيمين على هذه الأرض المباركة، اللي نأمل إن شاء الله بالالتزام بالإرشادات الصحية وبتنفيذ ما هو مطلوب في هذه المرحلة يهيئنا للانتقال إن شاء الله للمراحل القادمة اللي فيها إن شاء الله العودة الطبيعية التدريجية لاستئناف المهام الحيوية في البلاد. فكل الشكر والتقدير لكل قواتنا المسلحة. أنا كنت اليوم في زيارة للحرس الوطني وجهود الكبيرة في مساندة خطة الطوارئ، وأيضا وزارة الداخلية وجهودها الكبيرة في مواجهة هذا الوباء في هذه الأزمة الصحية، والآن في وزارة الدفاع والجيش الكويتي وجهودهم في فريق العمل اللي ضمن الخطة لمواجهة هذه الأزمة الصحية. فكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله عودة علينا في ظروف إن شاء الله أفضل، وربنا لطيف ورحيم بنا إن شاء الله أن يكشف عنا هذه القمة بأسرع وقت ممكن. شكرا.
أعلن